بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم 7 يوليو 2024، وأقول في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم تم سجني على خلفية التصريح باكتشاف أكبر حقل نفط في العالم بالمياه الأطلسية. واليوم ذكرى 7 يوليو، حيث منحت حوارا صحفيا لمجلة المشعل وتم نشره بالأمس، وحيث يوجد العدد رقم 888 من 6 إلى 13 يوليو 2024 في جميع الأكشاك المغربية. هذه الذكرى لن أنساها أبدا، هذه ليست ذكرى وإنما بمثابة نقطة المعالم الثابتة في جدار الزمن، أن point de repère في جدار الزمن. طبعا المسار مفتوح والعمليات مستمرة إلى حين إحراز نصر، لكن هذه المرة النصر سيكون وراء البحار والمحيطات، هكذا قررت بإذن الله، لكوني تخليت عن أرض المغرب وأصبحت مجرد منصة للانطلاق من أجل استكشاف أمم أخرى، استكشاف وراء البحار والمحيطات. هذه المجلة أو الجريدة الأسبوعية صدرت بالأمس تحت عدد 888 بتاريخ 6 إلى 13 يونيو 2024، مما يعني حديثة التصدير وتتواجد في كل أكشاك المملكة. حوار ممتاز وشيق كالمعتاد، أنا مجرد ارتد هذا النشر، هذا الفيديو، هذا إلا من أجل الذكرى، ذكرى 7 يونيو في مثل هذا اليوم، 7 يونيو 2007، واليوم 7 يونيو 2024، والمشعل تصدر هذه النسخة، نسخة 888 من 6 يونيو إلى 13 يونيو 2024، حتى تبقى الذكرى راسخة. وحتى لأن لماذا أقول ذكرى؟ لأن أشياء أخرى ستتبع هذه الذكرى، أشياء في الطريق بإذن الله لا تخص المغرب في شيء، بل تخص أمم وراء البحار والمحيطات. وكما أن صمتي منذ زمن راجع إلى وجود عواصف شمسية تدك الأرض منذ 2020 إلى حدود اليوم يونيو 2024، رغم أن هذه العواصف الشمسية الآن عاصفة شمسية بصدد دك الأرض، قد سجلتها بعد قليل، لكن العلوم لا تكتشف العواصف الشمسية وهذا ملف آخر. كون موهبة إضافية فريدة انضافت إلى سلسلة المواهب والمرتبطة بضبط العواصف الشمسية أو سماع أزيز الذبذبات
الفريدة، ذبذبات ذات حساسية شديدة للعواصف الشمسية، يعني ذبذبات الإنذار المبكر، ذبذبات قبل وصول العاصفة الشمسية، ذبذبات تشي بأن عاصفة شمسية قادمة إلى الأرض، لكن لا أحد يعلم هذا. سأخصص مقالا بإذن الله يخص هذه الظاهرة، هي ظاهرة فريدة، وهذه الظاهرة يحصل لي شرف أن أشير إليها في يوم الذكرى التي سوف أعنونها على الشكل التالي: حصل هذا في مثل هذا اليوم. وأطلب من الله العلي والقدير أن ينير الطريق من أجل استكمال المسار واستكمال المشروع ولو خارج البحار والمحيطات، لأن تطور الموهبة أصبح مرعبا. تقدمت أو تطورت الموهبة أو صقلت بطريقة ذكية، وتوالت وتراكمت المعلومات وتراكمت الخبرة في هذا المجال. فلن أنسى هذه الذكرى، ذكرى مرتبطة بيوم 7 يونيو 2007، حينما صرحت باكتشاف أكبر حقل نفط في العالم بالمياه الأطلسية بمساحة 7000 كيلومتر مربع، وسمك الطبقة النفطية قد تصل إلى 415 متر، وطبقة الغاز قرابة 15 متر، ما بين 10 و15 متر حسب المواقع، مما يعني أنا لا يهمني هذا الحقل بقدر ما تهمني الذكرى. وأنتم تعرفون كل شيء حول الظاهرة، وتعرفون ماذا حصل يوم أعلنت عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في العالم بالمياه الأطلسية. وأتمنى للجميع حياة سعيدة وهناء بإذن الله. ومن أراد الاطلاع على هذه المجلة، على هذه الجريدة، فهي موجودة في الأكشاك وتحمل معلومات قيمة ذات أهمية استراتيجية. والسلام عليكم، وإلى فرصة قادمة بإذن الله. رغم أنني تقريبا مدة سنة أو أكثر لم أنشر شيئا، ومنذ 2018 لم أنشر شيئا في فيسبوك، وذلك راجع لظروف خاصة مرتبطة بدراسات جد مكثفة ومرتبطة بانشغالات تخص ما وراء البحار والمحيطات. عموما تحياتي للجميع، والسلام عليكم.